حكاية الفستان الأسود للملكة رانيا وعلاقته بنوال الزغبي. زارت الملكة رانيا العبد الله في مراسم استقبال الضيوف بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ملك الأردن على الأميرة رجوة آل سيف بفستان أنيق وراقي، والفستان من مجموعة دار ديور الفرنسية لموسم خريف وشتاء 2022. وبلمستها الراقية نسقت الملكة رانيا أقراض ذهبية شبه تطريز على الفستان. لكن اللي لفت نظر رواد السوشيال ميديا ان الفستان ده شبه الفستان الاسود اللي لبسته الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حفلة تريونايت بموسم الرياض بالسعودية، واللي كان ليه حكاية غريبة جدا وصلت للمحاكم الامريكية. تعالوا نعرف ايه الحكاية وازاي فستان يعمل كل القلبان ده ويوصل كمان للمحاكم. الحكاية ان رواد السوشيال ميديا اعجبوا جدا بطلة الفنانة نوال الزغبي في حفلة التريونايت، لدرجة ان الفستان الاسود اللي كانت لابساه طلع وقتها ترند، وده من شدة اناقته. وده مش جديد على نوال الزغبي صاحبة الذوق الراقي في اختيار طلتها، بس اللي حصل ان المتخصص ومصمم الازياء امين جنجي صرح بان الفستان الاسود مش جديد ولا حاجة، ده لبسته قبل كده الفنانة درة التونسية، واللي برضو كان منسوخ من فستان لبسته جينيفر لوبيز سنة 2016. يا خبر، حتى الفساتين بيسرقوها من بعض؟ طب ايه اللي وصل الفستان للمحكمة؟ تعالوا نسمع باقي الحكاية. الفستان الاسود اللي لبسته جينيفر لوبيز في 2016 كان في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور، وكان من مجموعة المصممة الامريكية اللبنانية ريم عكرة. لكن الطلة دي كانت فضيحة بجلاجل، لان تصميم الفستان ده كان مسروق من مصمم ازياء فيتنامي، وريم نسبته لنفسها بعد ما غيرت في نوع من القماش ولون الكريب من أبيض لأسود. وقتها الدنيا قامت وما قعدتش في أمريكا، والصحافة الأمريكية والإعلام ما توصوش بريم، وعينك ما تشوف إلا النور بقى، لدرجة إن مجلات الفاشون عنونت مقالتها بدل ريم عكرة بريم السرقة. ما هو إزاي تسرق صورة تبقى الأصل وتنسبها لنفسها؟ حاجة تكسف طبعا يعني. المهم اترفعت على ريم دعوة قضائية بتهمة التعدي وسرقة الحقوق الإبداعية والفكرية، ولأن ريم معاها الجنسية الأمريكية فترفعت الدعوة ضدها ببلدها، وقدر المصمم الفيتنامي يكسب الدعوة. وطبعا لما الفستان لبسته الفنانة درة تاني الفضيحة دي ظهرت تاني للنور، ومن بعدها نوال الزغبي لما لبسته. بعد ما عرفنا حكاية الفستان الأسود، هل ممكن يجي يوم نلاقي الصحافة والإعلام العربي بيحمي الحقوق الإبداعية والفكرية زي ما حصل في أمريكا، ولا الحقوق عندنا زي الفستان الأسود اللي ملوش أهل يسألوا عليه؟